البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال يلقاكم في احسن حال الاحوال وتكونوا ان شاء الله نشطين ماشطين ما خصكم حتى شي خير وهانيين. اليوم خلعتكم وقيله بهاد الكماره هانتوما البنات راني دايره واحد الماسك ديال ما نقول لكمش ديالاش حتى البنات يجي فيا وغادي نشارك معكم الوصفه. المهم واحد الماسك اللي هو زوين زوين بزاف الصراحه وهو اللي كيعطي واحد البياض للوجه وما فيهش حتى شي تعقيدات وما فيهش شي مكونات اللي هي صعيبه او لا اللي فيها زعما بزاف ديال البشره ولا اللي فيها زعما بزاف ديال المراحل ولا جوج ديال المكونات لا غير وكيجي زوين بزاف. خصكم اليوم بدات معكم الطويان ديال التصبيط. يلا حيدتو البنات باقي سخون وهذا ما كان هذا فاش كيمشي نهارنا البنات راكم عارفين مع هاد الظروف هادي ما سافرنا ما خرجنا ما درنا حتى شي وحده غير الشغالات والدار وهذا ما كان البنات الا كاين شي خريجه خفيفه هكا هي هنايا في وسط المدينه وما بغيتش كاع نبقى نكثر منها. راكم عارفين دابا ما بقيناش عارفين شنو كاين هانتوما كتشوفوا المرضى عاوتاني ولا كيرجع ولينا والله الا كنخافوا بزاف لا على وليداتنا وهذا واخا القنط. المهم حنايا مسلكين ومعدين مع الوقت. بالنسبه لهذا الماسك البنات كما قلت لكم راه زوين بزاف كنتمنى ان شاء الله نشاركو معكم هنا واحد شويه وغندوز نوريكم نخليها حتى نحددها وندوز نوريكم المقادير ديالو راه زوين زوين بزاف كيديروا الصحراوه بزاف لوجههم وتقدروا ديروا حتى المناطق ديال الجسم كامله اللي عندكم فيها السموريه بحال هنايا وهنايا والرجلين. المهم اللدات ديالكم كامله تقدروا تستعملوه راه زوين بزاف وفيه واحد المكون اللي هو زعما متواجد ورخيص ماشي شي حاجه اللي كما قلت لكم غاليه. هذا ما كان البنات بالنسبه للناس اللي دوزوا الامتحانات ديال الباك ونجحوا كنقول لهم باركم سعود عليكم النجاح والناس اللي ما نجحاتش كنقول لهم عقبا العام الجاي ان شاء الله ديروا الكوراج وما تعجزوش راه ما كاين ما يدار الواحد يقرا على راسو القرايه راه شي حاجه اللي هي مهمه الصراحه ندمنا عليها بزاف الوقت قرينا صراحه اللي كتب الله ولكن ماشي بحال يعني ماشي بحال يعني كون كان الواحد زاد قرا كثر وهذا كان غادي يكون حسن ولكن ماشي مشكل كلشي مزيان كلشي هو هذاك كلشي مزيان وكلشي هو هذا. المهم انا كنطوي التصبيره البنات غادي نكمل الطويه ديال التصبير وغندوز نشارك معكم الوصفه ديال هذا الماسك اللي كنت نقول لكم ديال هذا الماسك اللي راني دايره على وجهي. كنتمنى ان شاء الله انكم تكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر غتلقاو فيه بزاف ديال الوصفات وبزاف ديال النصائح وان شاء الله كنتمنى انه يعجبكم تبارطاجيوه مع الحباب والصحاب. دابا غندوز نشارك معكم المقادير ديال الماسك واي حاجه درتها وكالعاده هانتوما معايا فيها. يلا دوزو نشوفو الماسك. هانتوما كتشوفو المقادير ديال هاد الماسك اللي شفتوني يلاه دايره هي العرعار ودار المسوس يعني جوج ديال المكونات لا غير وماسك واعر وفعال وغير داومه غادي تبان لكم النتيجه دغيا دغيا وتقريبا من اول استعمال وراه معروف ماشي شي حاجه اللي جديده الماسك ديال العرعار وكيستعملوه الصحراويات بزاف. بالنسبه لهاد الماسك كما قلت لكم غنحتاجو هذا هو العرعار اللي ما كيعرفش العرعار هذا هو العرعار ملي كيكون باقي هكايا وراه شجر العرعار معروف وعندو عدة استعمالات غنطحنوه غنحتاج منو معلقة كبيرة وغنحتاج دانونة مسوسة لي حتى هي غندير منها معلقة كبيرة حتى لجوج المعلقات على حساب كيفاش بغيتو القوام ديال هاد الماسك يكون صافي. عندو المكونات ديال الماسك غتخلطوهم مزيان غديروهم على وجهكم لمدة ديال 30 دقيقة من بعد غادي راكم شفتوني خلاص بقى على وجهي راه غادي ديروا هكاياك على وجهكم ومن بعد ان شاء الله غادي تغسلوه بالميه دافيه ومن بعد ميه بارده. واللي كيبغي يدير ما ورد هو زوين الوجه من بعد كاع حتى يغسل ويسالي ويرش شويه ديال ما ورد على وجهه. كان هذا هو الماسك اللي شفتوني يلاه درت داوموا عليها البنات ثلاثه ديال المرات في السيمانه راه زوين بزاف كيعطي واحد البياض ناصح ومفيد بزاف 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 للبشره. هانتوما البنات دابا راني كيما وريتكم الماسك راكم شفتوا المكونات ديالو ماشي شي حاجه الصراحه اللي صعيبه اولا اللي كثيره العرعار شي حاجه اللي هي صراحه زوينه للوجه. دابا دزت باش نحدد الكوينيجه ديال راجلي في قاعده القميجه اللي تحيدات وتصبنات خصني نحددها تمنيت صراحه كيعيا فيا مسكين نديهم خليني نديهم صبانه نقولوا لي نقصات كتنقص على الواحد ياكل بنات واحد هو اللي حددها في الدار علاش غادي نديهم انا الصبانه نخسر عليهم فلوس يدي كاينين الشغل ما كاين ما يدار حنا غير جالسين في الدار. ايوا هذا ما كان البنات. المهم كنتمنى انكم ديروا داك الماسك لانه بصح زوين وصراحه عنده واحد النتيجه واعره على الوجه
انا راه صافي دابا بقى لي غير شويه وغنمشي نحيدو وغنوريكم البنت كيفاش جا كيفاش زعما النتيجه اللي عطى على الوجه. ومن الاحسن تبقاو ديروا بريز بعيد البنات، من الاحسن تبقاو ديروا واحد القرعه ديال الماورد اولا دوك لي غلاصون دوك الطاسات ديال لي غلاصون تعمروهم بماورد وديروهم في الفريغو مور اي ماسك دوزوهم على وجهكم هكاك باردين. انا كندير غير قرعه هكايا ديال الرشاشه عمرها بالورد وحطها في الثلاجه كتنفعني بزاف البنات، حتى هكا ملي كنخرج نتسخر ونجي وكنجيب وجهي شاد ديك السخونيه ما كندوش نغسلو نيشان بالماء اولا نبردو غير بالماء، كنرش عليه داك ماورد بارد كيهبط السخانه والنيت كيضيق الماسة ومزيان الوجه. وهذا ما كان البنات الماسك علاش درتو انا كان وانا البنات كان بغيت الصبين، انا من النوع اللي بلاتي باش نعرف نهضر معكم ما كنعرفش نهضر ونقضي، قلت لكم انا من النوع اللي الا مشى حتى ناضي طويت الصبين كنترخى وكنتحل وما كيبقى فيا ما يتجمع الصبين عندي. الصبين كيساوي النعاس يعني غير اون فوا كنبدا نطوي الصبين عرفوا خصكم كيجيها النعاس صافي. هذيك قلت هذيك هي الفرصه فاش كنبغي ندير لي ماسك كنكون مرخيه نيت ودارسه وانتم كتشوفوا داري سكات اختكم رواسيه غير صب وحدها بناتي مشاو لعند ماما معاها تصطاد والله الا كيعمروا بزاف عند ماما كاع ملي كيجلسوا معايا كون شفتوا ما سافرنا ما مشينا لفين ماما عندها شويه الدار بارده. هذا ما كان غنكمل التحداد راه زلي مازال ما جاش غنحطو قديوه وغادي نتغدا ومن بعد غنشارك معكم واحد الحريشات اللي كيجيو زوينين الصراحه غنديرهم ونديهم معايا لعند ماما نديرو بهم الكوطي تما. المهم الحريشات ان شاء الله درت شي حاجه غنشاركها معكم، ما درت حتى شي حاجه غادي تشاركها معكم. المهم اي حاجه هانتوما معايا فيها وسمحوا لي البنات راه وليت كنتعطل عليكم بزاف ما كنحطش الفيديوهات، انا من الناس اللي شتي قلت لكم راه كنعرفش نقضي وانا كنهضر. انا من الناس اللي في الصيف صراحه كنترخى الصيف كيرخيني وما كيخليني ما كيخليش فيا عظم صحيح وفي الصيف ديما كتلقيني حتى المورال عندي هابط سورتو هاد العام انتما كتشوفوا الهليت عادوا علينا عام الله يجعل ربي يهز علينا هاد الوباء ويبدل علينا الصعاب اخر راه القلب غيطرطق. هانتوما البنات يلا حيدت الماسك من وجهي غسلته بالماء دافيه وماء بارده قلت لكم هنا كندير ما ورد الله شحال بارد غادي ندير ما ورد مزيان على وجهي اللي ما عندوش ما ورد ماشي مشكل ولكن من الاحسن انا الوالد هذه الميمة مسكينه هي اللي كتقطر لنا ما ورد ما زهر الزعتر اي عشبه كنحتاجوها كتقطرها لنا لان كل عشبه والفوائد ديالها. غنخلي ما ورد حتى تمتصو البشره ديالي مزيان ويبرد مزيان وما يبقاش غنمسحو غير شي شويه بشي قطينه الا بقى هكا شي زائد ومن بعد غادي ندهن وجهي بهاد لاكريم البنات اللي كنتمنى انه يكون واضح لكم. هاد الكريمه البنات زوين راكم عارفين انا كنت كنستعمل نيفيا يعني انا من ديما كنقول لكم بانه انا كنستعمل نيفيا ودابا بدلت يعني ملي وليت مع شركه اوريفلام كنخرجوا هاد لاكريم هذا اللي سميتو فيرنيس اسونسييل كنخرج فواحد الشهر اللي فات يعني كان يلا خرج جديد وحطوه بواحد الثمن اللي مناسب وخديت منه البنات جربته ووافق ليا وجهي بزاف صفالي وجهي يدي يلا ها هي هادي يلا الطويصه الاولى الطويصه يلا هادي البواطه الاولى هادي اللي استعملت صراحه وافق ليا وجهي بزاف وهو كريم ديال الليل والنهار وشي بعد المره كاع كنقبط ونخرج بلا ما كندير لك كرون كنتسخر الحانوت ولا ما كياثرليش الشمس على وجهي معاه هو ما كيتاثر لياش صدق زوين كيخلي واحد الملمس زوين في البشره وصفاها ليا بزاف. كانوا انا عندي ديطاش هنايا اللي كنت ديما كنطرطق الحبوب اللي كيجيوني وصفى ليا صراحه وجهي ووافقني كنتمنى اللي بغاتو وكتعامل مع الشركه ديال اوريفلام تاخذوه لانه راه صدق زوين انا صراحه والمني والملي البشره ديالي. وهذا ما كان البنات المهم غنخلي الماورد ديالي كيبرد واحد الاحساس واعر وانت دايره ماورد حق الله العلي العظيم. ودابا البنات من بعد ما درت واحد النعسه وفقت كما قلت لكم غادي نديروا معكم ندير لكم واحد الحريشه اللي كتجي زوينه حريشات فرديه وكيجيو بنان وزوينين. هاد الحرشه غادي نحتاجو لها نص كيلو ديال السميده هاد الحرشه حيدت منه السميده الرقيقه حيدت منه كاس اللي هو هذا هاد الكاس البنات غير باش غنبقى ندوز فيه دوك الكويرات هو هنا باش ما يتغلطناش. غادي نحتاج كاس ديال الفينو دائما العبار ديال كاس ديال العنبه غنحتاج نص كاس ديال الزيت وغنحتاج الماء غنحتاج جوج معلقات ديال الزبده معلقه صغيره ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الملحه معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه. وهذا ما كان البنات وبالنسبه للحشوه اولا التعميره راه كتبقى اختياريه. اليوم غادي نعمرهم غير بالفرماج غير اختاريت هذا الفرماج هذا ديال الدهن راه الثمن ديالو مناسب ما بغيتوش تستعملوا هذا استعملوا غير القطع ماشي مشكل يعني غير الفرماج اللي كناكلوه عادي. انا غنخلطهم بغيتو ديروا الجبن ديك الجبن اللي كنديروا في الدار اولا الجبن الجبلي ديروا اللي بغيتو وغنحتاج شي شويه ديال الزعتر صافي هادشي اللي كاين.
غادي نبدا على بركه الله. غناخذوا السميده ديالنا، ها هي هادي، وغنزيد عليها هذاك قلت لكم حمار احمر، غنزيد لها داك الكاس ديال الفينو، وغادي ندير لها هذه جوج معالق ديال الزبده، هي جوج معالق كبار، باش تذوبوهم ذوبوهم، انا غادي نحاول نرملهم وسط منه هانتوما هذه هنا. غنحاول انني ندخل ديك الزبده في هذا السميده مع الفينو مزيان حتى تدخل، بحال اللي كنديروا ديك لاباط بغيزي. بغيتو هذا تذوبوا الزبده ذوبوها، غير هذه الطريقه كتجيبها مرمله وكتجيبها شيشه احسن كثر زعما اللي طاحت ليا هنا. كتبقى لي طريقه مختلفه باش غادي نديروا الحرشه، راكم عارفين دابا الصهد وكنبغيو نديروا شي حاجه هكايا تجي غير خفيفه هكا في العشيه وكنبقاو حايرين. غنزيد الخماره، وغادي نزيد سنيده مع الملحه مع الخميره المعجونه حبيبات اولا الخميره العاديه الاخرى اللي كان ماشي مشكل، ونزيد الزبيده هكذايا. غادي نرملها مزيان، نحاول داك الشيء كامل ندخلوه بعضياته. ما بغيتوش ديروا الزبده ما ديروش، كتافيو غير الزيت. بغيتو ديروا غير الزبده بوحدها ديروا غير الزبده، ما كاين حتى شي اشكال. وصافي غادي نعمر الماء هذا، نديرو كاس بكاس باش نشوفو شحال غدخل لنا هاد الماء. كاس الاول يعني، عرفتي انا خاويه غير ما غير من الروبيني يعني البنات طايب، الله يجعل ربي في بين واحد الحارة. كاس الثاني ونجمع وعاد نشوف. قيلا ما غنحتاجش نجي، صافي جوج كيسان دالما اللي دخلات هانتوما قدامكم. غنخليها هنايا شي شويه بيد ما نصاوب هاد الفروماج، غير على ما تقلب هكا راسها. صافي غندوز نخلط داك الفروماج مع الزعتر داك الزليفه ونمسح هادشي اللي هنايا، وهانتوما معايا. صافي دابا غادي نقبطو داك الفرماج اللي وريتكم، غنزيدو عليه الفرماج الاخر ديال القطع، غنحكو عليه شويه ديال الزعتر، غنخلطو كلشي، وغنبقاو نديرو واحد الكويرات من داك السميده نعمروهم شي شويه ديال داك الخليط ديال الفرماج والزعتر، ندوروهم في السميده الاخرى، وهكا غادي نخبزو الحريشات ديالنا. درت واحد المقيله عندي هذه كندير فيها الورقه وداك الشيء، شي مقله اللي تكون ما كتلصقش، وغادي نحتاج هاد الاطار هذا ديال الحريشات. راني مسخناها مزيان، ونبقى ندير دوك الحريشات ديالنا بحال هكدا ونبرك عليها باش تجي مقاده. البوطه راني ناقصه لها، راني سخنت لانه راني سخنت المقيله مزيان. صافي وغنستمر هكدايا ونخليها تحمر من الفوق ومن التحت هكدا، غير باش كنضمنو بلي الحريشات ديالنا كيجيو مقادين. هانتوما الحريشات ديالنا ملي كتبدا تحمر غتقلبوها على الجهة الأخرى، قللو البوطة باش يطيبو على خاطرهم، شتي كيجيو محمرين وكيجيو مزيونين. صافي غنبقى هكا مستمرة حتى نكمل كاع الكمية اللي عندي، ومنين نكملهم غنوريكم الشكل النهائي ديالهم كيف كيجي. واحد الريحه طالعه منهم البنات ما تصوروش، واعره واعره بزاف. ومنين طابوا الحريشات ديالنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديالهم، هانتوما كيف كيجيو محمرين كيجيو زوينين البنه ما نقول لكمش، والطراو والهشاشه ما نقول لكم، المهم زوينين. غنهز حريشتي وغنمشي عند مامتي باش نشوف بنياتي. المهم انا غنمشي دابا عند ماما غندير حريشه معايا. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه هذه. المهم خرجنا غنشارك معكم الخرجه، ما خرجناش غادي نحبس الفيديو هنا، وغادي نقول لكم كنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم وتكونوا خرجتوا منه بشي حاجه زوينه. كنتمنى انكم تبارطاجيوه مع اكبر عدد ديال الاحباب والصحاب، واللي ما عمرها دخلت معايا ودخلت اليوم كنتمنى انها تهبط لتحت ضغط على زر الاشتراك باش يوصلها الجديد ديالي واللي معايا ديما. وشكرا ليهم والانضمام ديالهم للقناه ديالي بالنسبه للناس الجداد واللي معايا ديما، الناس القدام كنشكرهم بزاف لانهم ديما متبعيني، ولان الدعم ديالهم هو اللي كيخليني نبقى مستمره. وسمحوا لي الا بقيت كنغيب عليكم.